ينضم معنا من العاصمة القطرية الدوحة لمزيد من التفاصيل المحلل السياسي الأستاذ خليل مقداد الكاتب والمحلل السوري. أستاذ خليل بداية مرحبا بك. نبدأ بتصريحات وزير الدفاع الروسي الذي أقر بتأسيس وجود روسي دائم في سوريا، ولكن كيف يجتمع إيجاد حل سياسي مع بقاء قوات أجنبية في سوريا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أخي الكريم، طبعا روسيا تدفع باتجاه بقاء المجرم أو السفاح لأنه سيضمن لها ويشرع لها وجودها، وهذا أحد أسباب حفاظها على منظومة الحكم الأسدي. الآن لاحظ، انتهت جولة جنيف 8، والحصيلة ككل الجولات السابقة النظام مصر وثابت على موقفه، لا تنازل، لا تزحزح، لا تنحي للأسد، لا بديل عن الأسد، بينما المعارضة أو ما يسمى معارضة تراجعت في تراجع مستمر، بينما في الجولة الأخيرة حصل ممثلو روسيا والنظام والسيسي وإيران، كل هؤلاء حصلوا على ممثلين لهم في هيئة المفاوضات. يعني عندما تنظر إلى هيئة المفاوضات ستجد فيها 4 أشخاص من منصة موسكو، هؤلاء تابعون لروسيا، 5 من منصة القاهرة مدعومين من قبل نظام السيسي المؤيد للأسد، 4 باسم المستقلين، وهؤلاء بعضهم من منصة القاهرة وبعضهم محسوب على فرنسا وغيرهم. أيضا هناك الفصائل المسلحة وهي أيضا محسوبة على أو معظمها محسوبة على خالد المحاميد، وهذا أيضا هو ذنب لمحمد دحلان. لذلك أنت عندما تنظر إلى التركيبة الموجودة في وفد المفاوضة، هذه لا تمثل معارضة، وهي تمثل النظام إلى حد بعيد، خاصة مع التنازلات السابقة التي قدمتها المعارضة التي كانت يمكن اعتبارها. أستاذ خليل، موسكو تقول موسكو إنه لا مكان في سوتشي لمن يريد رحيل الأسد فورا. اشتراط الروس هذه النقطة ماذا يعني؟ يعني أن 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 وفد المعارضة قد تراجع وتنازل واستسلم ببقاء الأسد. الآن هم يفرضون، يعني لاحظ قبل فترة أشيع عن عملية تسليم المرحلة الانتقالية لفاروق الشرع، لكن روسيا تراجعت عنها. لماذا تتراجع عن هكذا أمر؟ لأنها لم تعد بحاجة إليه. الآن وفد المعارضة يستطيعون من خلاله أن يشرعوا بقاء الأسد. هذا أمر خطير. نحن الآن أمام مرحلة يتم فيها تصفية الثورة السورية. يعني من يريد، بالتالي هناك أيضا يعني بالمقابل أستاذ خليل 40 فصيلا سوريا مسلحا بالإضافة إلى المعارضة السياسية رفضوا المشاركة في مؤتمر سوتشي. ما أهمية يعني عدم المؤاخذة؟ عدم المؤاخذة، لا يجب أن نعطي هذا الأمر أهمية كبرى، لا يجب أن يحصلوا على بطولات على حساب الدماء والحرمات، لأن من ذهب إلى أستانا بالمحصلة هي واحدة، أستانا سوتشي. الفرق أن الممثلين سيكونون أكثر وسيجتمعون مع أطياف أكثر. يعني تخيل أن نصل مرحلة من يفاوض عن الدماء والحرمات والأعراض هم ممثلون للنظام ومعارضة مصنعة في روسيا وفي عند السيسي وفي إيران والسعودية وغيرها. تخيل أن يحدث هذا الأمر، معناها هؤلاء يتحدثون باسم المهجرين وباسم الشهداء وباسم الجرحى والمعتقلين، المعتقلات التي لم تنجح هذه الوفود في إطلاق سراح ولو معتقلة واحدة. بينما نجد الشارع، عذرا أستاذ خليل، ماذا لو أصبح يعني سوتشي ومقررات سوتشي أمرا واقعا؟ ما الخيارات السياسية المتاحة أمام المعارضة؟ يعني قد يستطيعوا فرضها، قد يستطيعوا أن يجتمعوا مع النظام ويقسموا اليمين الدستوري أمام النظام. بالمناسبة، ما يسرب من الجلسات والاجتماعات تشي بأن المعارضة تنازلت عن شرط رحيل الأسد، وهذا متوقع. لكن هذه المعارضة لا تمثل الشعب السوري، والثورة لم تنتهي، وليس مطلوبا أن تنتهي، وليس مطلوبا أن تنتصر في سنة واثنتان وسبعة. نحن الآن أمام مرحلة جديدة، علينا أن نعد العدة لهذه المرحلة الجديدة. سنشهد تطورات بإذن الله تعالى تتمثل بحرب عصابات، قد نشهد مرحلة انشقاقات واسعة، لأن ما يحدث الآن هو عبارة عن تصفية للشعب السوري للثورة السورية. يعني أنا مثلا سأوافقك جدلا، أنت تريد أن يبقى الأسد، لا بأس فليبقى الأسد، ولكن أعد لي 1,000,000 شهيد، اشفي لي 1,000,000 جريح ومعاق، أعد لي 13 مليون مهجر، ابني لي سوريا، وسأقبل ببقاء الأسد في أن يخوض الأسد انتخابات عام 2021.
هذا أمر مرفوض ولن يقبل به السوريون حتى وإن قبل به هؤلاء، لأنهم أتوا بمعارضة يا سيدي، هؤلاء أتوا بمعارضة، هذه معارضة موالية للأسد. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ خليل مقداد المحلل والكاتب السوري، كنت معنا من الدوحة.